السيد الثاني ليش؟ اي هو بس سيد واحد ان شاء الله، ولا حاليا السيد الثاني انا بس اعمل هاي الازدحامات ولا لا اكثر ولا اقل. السيد الاول كمل. وش الاستاذ؟ يعني 14 نفس احنا بغرفتين وممر قاعدين، وقطعة الارض مالتنا لحد الان محجوزة، شلون؟ سوي لنا فتحة. يلا. اليوم أنا والأخ سيد مختار عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نتجول باللي بين أهلنا. كنا بمنطقة الزهور والآن إحنا بمنطقة النبي يونس. ردنا الإخوان يعني بنفسهم يشوفون وضع الموصل. يعني الناس هسه إحنا قعدنا وياهم بالمقاهي، بس منهم يقول لك 12 للوحدة بالليل إحنا باقين بالمقاهي، وإن شاء الله الأمور خير يعني. ومستمرين أيضا بجولتنا، يعني بعد ما انتهت الجولة راح أيضا نشوف مناطق أخرى بالموصل، راح نشوف الجانب الأيمن إن شاء الله. اليوم جولنا في شوارع موصل مع قائد عمليات نينوى الأخ لواء نجم. هواية سمعنا تغاريد من قبل بعض الأخوة بأنه موصل ما في أمان، موصل في خطر، موصل هذا وموصل هذا. حاليا احنا في وسط الشارع مع جماهيرنا مع أهلنا نينوى، وما يقولون في الإعلام مو صحيح، وإن شاء الله سوف أدنى اجتماعات مع الأجهزة الأمنية ونجمع كافة التقارير السلبية والإيجابية، وإن شاء الله نوصل هذا التقارير إلى قائد العام القوات المسلحة ورئيس البرلمان والأخوة المسؤولين، وإن شاء الله موصل بخير. وقوات الأمنية قاعدين ما نايمين، يعني الأمان تقريبا ما نقدر نقول 100% أمان، موجود الأمان الحمد لله. الواقع الخدمي فعلا ما بعد 3 سنوات الاحتلال المجرمين العمل متواصل، وصلنا لمرحلة شعبنا عايشين، وذيك المعيشة يعني احنا نقول يعني الحمد لله في تطور، موجود خدمات وفي تطور، ونطمح إلى أكثر.